نفذنا اليوم حملة باص البيئة ضمن مبادرة مشروع حماية البيئة والمياه في مناطق سنجار وتل أحفر. اليوم كانت الحملة هي في قضاء تل أحفر، تضمنت حملة باص البيئة هي جولة داخل قضاء تل أحفر، وتضمنت أيضا تنظيف لبعض مكبات النفايات العشوائية المنتشرة في بعض المناطق السكنية، وأيضا توزيع بعض البوسترات التوعية. هذه الحملة هي ضمن سلسلة من الحملات والمبادرات والأنشطة اللي تنفذها جمعية حماة نهر دجلة ومنظمة التضامن الدولية بدعم من الـ AFD لحماية البيئة والمياه وللترشيد وحماية المناطق السكنية من الملوثات العشوائية من النفايات الصليبة وغيرها. هذه النفايات اليوم قد تستغرق مئات بالآلاف السنين حتى تتحلل، ولهذا الغرض نحن اليوم أقمنا هذا النشاط لدعم النشاط البيئي في مدينة أو قضاء تل أحفر، حتى نحسس الناس بقيمة البيئة اللي تتلوث وتتسبب لنا احتباس حراري، تسبب لنا التلوث، إضافة إلى التشوه البصري الموجود المكبات النفايات.